السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة مفاجأة في تنسيق كلية العلوم الصحية بالمرحلة الثالثة. هنعرف الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم الصحية 2024. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير. كشف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية تفاصيل تنسيق القبول بكلية العلوم الصحية في المرحلة الثالثة وآلية القبول ونظام الدراسة. وقال رئيس جامعة المنصورة الأهلية إن الجامعة بدأت استعدادها لتلقي الطلاب الجدد وكمان تلقي الطلبات في تكنولوجيا العلوم الصحية، والحد الأدنى للقبول لكلية العلوم الصحية هو 53% لطلاب الثانوية العامة. والتخصصات المتاحة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 1 برنامج المختبرات الطبية، وبرنامج تقنيات الأشعة، وبرنامج الإحصاء ونظم المعلومات الطبية، وبرنامج الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة. نظام الدراسة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: الكلية بتستهدف لقبول 500 طالب للعام الدراسي الجديد. فيها البرامج بتبقى مدة الدراسة فيها 4 سنوات مقسمة على 8 فصول دراسية، ونظام الساعات معتمدة بواقع 127 ساعة معتمدة. بالنسبة لمصروفات كلية العلوم الصحية، مصروفاتها 40,000 جنيه للعام الدراسي الجديد. وكمان بالنسبة لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية موجودة بالفعل في عدد من الجامعات الأهلية، موجودة في جامعة حلوان الأهلية بحد أدنى 53% للقبول، ومصروفاتها 45,000 جنيه، وبتتيح برنامج واحد للدراسة، برنامج المختبرات الطبية. موجودة برضو في جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة بحد أدنى للقبول 53%، مصروفات دراسية 40,000 جنيه، بس فيها أقسام زي قسم إدارة الخدمات الصحية والمعلوماتية، قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية، وقسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي، وقسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان، وقسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية، وقسم العلوم الصحية الأساسية، وقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية، وقسم تكنولوجيا البصريات. دي كل التفاصيل الخاصة بكلية العلوم الصحية المرحلة الثالثة والكليات اللي موجودة والجامعات اللي موجودة فيها ومصروفاتها. اللي عايز اي تفاصيل اكتر يكتب سؤاله في التعليقات، وما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. وهتلاقوا في القناة فيديوهات كتير جدا عن الجامعات والتنسيق سواء لطلاب الثانوية العامة او الازهرية. ارجعوا لها وما تنسوش المتابعة، ومع السلامة.